مين أكتر واحد شرير في نظرك من الإخوان؟ يعني الحاليين. يعني مش شخص واحد، لأن شخص واحد ما يعملش حاجة، إنما في مجموعة ممكن تقول عليهم أشرار قادوا الناس إلى كوارث. مين؟ منهم خيرت الشاطر، منهم محمود عزت، منهم محمود حسين، منهم محمود غزلان اللي قبضوا عليه أخيرا. أيوة. كل الداعشيين أشرار، كل المنغلقين بالإخوان أشرار. وبديع وعاكف؟ لا، عاكف لا يمكن تقول عليه شرير. عاكف احنا عشنا سوا، نمنا سوا، أكلنا سوا، اشتغلنا سوا. هو أول من استقبلك أما رجعت من لندن؟ طبعا، لأن عشرة ضخمة. هو زي أخويا وأبويا بالمناسبة، رغم أن الفرق مش كبير. إنما عاكف طيب قوي، يعني طيب أزيد من اللزوم، ولم تكن له القيادة، لأنه القيادة عايزة شخصية نمط آخر، وقيادته جيدة دون الفكر. مين يعني من الموجودين في السجن لو في إيدك تطلعه تطلعه؟ كل مظلوم لو في إيدك تطلعه تطلعه. أنت شايف كل من لم يحاكم حتى الآن يا رولا يطلع حسب الدستور 54. إن حبيت أقرأ لك الفقرة موجودة معي. تحبي؟ لا 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 لا، الفقرة 54. لازم اللي يقبض عليه يحط كتابة، كاتبين أنا نائب رئيس لجنة الدستور، يحط كتابة بالتهم وينتدب له محامي ويحقق معه خلال أسبوع، وإلا وجب الإفراج عنه فورا. يا أستاذة رولا، أنا بقول طبقوا الدستور على الإخوان وغير الإخوان، فكل من لم يحاكم حتى الآن أتمنى أنه يطلع من المعتقل. طب أنا بتكلم على القيادات اللي حضرتك شايف من معرفتك. القيادات تدافع عن نفسها أمام القضاء والمحامين، وأنا شايف أنهم ودوا الدنيا في كارثة، وكانوا هيودوا الوطن كله في كارثة. يعني يستحقون أن يكونوا في السجن؟ لا، عاكف ما يستحقش يكون في السجن على الإطلاق. مين تاني غير عاكف؟ أنا ما أعرفش بقى عاكف. الحقيقة أيضا يمكن عصام الحداد، رغم أن أنا كنت أكتر الناس انتقاد، بس كان له علاقات بالدول الخارجية. أكمل الجملة. طب أنا بساعدك. تشكري، أنت بنتي. بنقذك. يعني طول عمره تلميذ وفي وطيب، إنما حطوه في مكان غلط. مساعد رئيس الجمهورية للشؤون الخارجية، مالك أنت ومال الشؤون الخارجية؟ ما أنا أعتقد أن عصام الحداد وعاكف ومن على شاكلته، إنما إذا كان عمل أشياء ضمن القضايا أمن الدولة أو وقع فيها، خلاص يستاهل اللي هو فيه.